بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي الكرام، كنا قد انتهينا من هذه المسائل في هذا المقرر، في مقرر الصف السادس. اليوم نتعلم الخطوات الأربع لحل المسألة. لدينا أربع خطوات حتى نتعلم كيف نحل هذه المسألة. أولا نفهم المسألة، افهم ثم خطط ثم حل ثم تحقق. بداية علينا أن نفهم المسألة، نقرأها بعناية. ما معطيات هذه المسألة؟ ما المطلوب إيجاده؟ هل المعطيات كافية؟ ثم نخطط كيف نحل هذه المسألة، كيف نختار خطة لحل هذه المسألة. ثم بعد ذلك نقدر الإجابة، نقول ربما أن الإجابة كذا وكذا. بعد ذلك نشرع في الحل، وفي النهاية نحل هذه المسألة ونرى هل إجابتنا قريبة أم بعيدة. نعم، بالنسبة عندي بعض المسائل، لن أتوقف عند كثير من المسائل التي نرى أنها ليست ذات فائدة، يعني لربما أننا مررنا على بعضها. ننظر إلى هذه المسألة مثلا، مسبح يوضح الجدول أدناه كمية الماء التي تملأ مسبحا بعد أوقات مختلفة، فإذا استمر هذا النمط فأوجد كمية الماء التي تملأ المسبح بعد 30 دقيقة أو 30 دقيقة. عندي الزمن 5 دقائق، كمية الماء 300. يا ترى ما هي العلاقة بين الخمسة والثلاثمائة؟ نلحظ كيف تصبح الخمسة 300. واضح أنني ضربت في 60. مثلها أيضا العشرة كيف أصبحت 600؟ واضح أيضا أنني ضربت في 60. ومثلها أيضا الـ15 كيف أصبحت 900؟ واضح أنني ضربت أيضا في 60. وهكذا في كل مرة نضرب في 60، الـ20 في 60 1200، الآن الـ25 والـ30. ننتبه حبايبي الكرام، الـ25 والـ30. طبعا نضرب في 60 نواتج، هذا هو حل المسألة. كل مرة نضرب في 60، طبعا هنا الصفر ينزل، 6 × 5 = 30، 0 بيد 3، 6 × 2 12، 3 15، فحلها 1500. هنا صفرين ينزلوا، 3 في 6 18، 1800. نعم، بعد ذلك ننتقل إلى المسألة التي تليها. ننتبه، نختار نحن المسائل التي نرى أنها ذات جدوى وفيها فائدة للطلاب. نعم، لدي هذه المسألة أيضا. نركز قليلا أحبابي الكرام. أكمل النمط، أكمل النمط. نعم، عندي النمط 5 11 17 23، 5 11 17 23، ثم فراغين. نعم، بداية نفهم هذه المسألة، هناك علاقة بين كل رقم والذي بعده. نخطط للحل، فكل طالب يعطي رأيه، فالحل الصحيح هو أن الطالب الذي يقول 5 أضفنا لها 6 تصبح 11، أضفنا 6 أصبحت 17، أضفنا لها 6 أصبحت 23، نضيف 6 الآن 23 زائد 6 29، ومثلها أيضا نضيف 6 يصبح 35. نعم، نكبر الشاشة لكم قليلا حتى يرى الطلاب هذه المسألة. نعم، أضفنا 6 11، أضفنا 6 17، أضفنا 6 23، أضفنا 6 29، وأضفنا 6 35. نعم، هذه مسائل عاجلة للخطوات الأربع لحل المسألة. طبعا واضح أنه حل سريع وفيه. نعم،
كانت مواعيد أول 5 مراجعين في فترة الصباح. هذه الساعة أكثر ربما أنها تصعب على بعض الطلاب لأن فيها دقائق. السؤال الذي بعد: اشترى سعيد سيارة جديدة على أن يدفع ثمنها على أقساط شهرية مدة 4 سنوات. نعم أبي الكرام، السنة 12 شهر. سعيد اشترى السيارة على 4 سنوات. لو قلنا 4 سنوات كم شهر؟ 4 ضرب 12 يساوي 48 شهر. سعيد سيدفع ثمن تقسيط هذه السيارة 950 ريال. نعم يا ترى الآن 950 ريال شهريا، فعلى مدار 4 سنوات، إذا قيمة السيارة نضرب 950 في 48. لو قلنا أن سعرها 1000، طبعا واضح أن سعرها سيكون 48000، لكن 950 دائما أحبابي الكرام إذا كان هنا صفر نضعه هنا إذا كان يمين العدد، يبقى عندي 95 ضرب 48. ننتبه لعملية الضرب بهذا الشكل، نركز قليلا. 8 5 40 صفر باليد 4، 8 في 9 72 و4 76. انتهيت من الثمانية أضع صفر مع إشارة الزائد. 4 5 20 صفر باليد 2، 4 9 36 و2 38. نجمع 0 6 15 3 1 4، ينزل الرقم 0 6. إذا يصبح قيمة السيارة 45600. نعم بهذا الشكل. هذه أسئلة مررنا عليها عاجلا، هذه لخطوات حل المسألة، نفهمها بداية، نخطط لحلها، ثم نقوم بحلها ونتحقق من حلنا هل هو صحيح أم غير صحيح. نعم نركز هنا قليلا أيضا. يقول: تحدي أكمل النمط. نعم أكمل النمط، أكمل النمط. 3 هنا 3 6 18 72 والقرار الآخر. نلاحظ هنا هذا تحدي، سؤال فيه صعوبة لبعض الطلاب. أولا نفهم ما هي العلاقة بين الثلاثة والثلاثة، بين الثلاثة والستة، بين الثلاث وهكذا. لابد أن يكون هناك علاقة أحبابي. فعندي عدة طرق لحل هذه المسألة. ننتبه، كبر الشاشة قليلا. نعم لو قلنا لو أنا أحد الطلاب قال: يا أستاذ في البداية نضرب الثلاثة في الواحد، لو ضربنا 3 في 1 يصبح عندي 3، نضرب 3 في 2 يصبح عندي 6، نضرب 6 في 3 لاحظ التزايد 18، نضرب 18 في 4 72. إذا هذا الرقم سنضربه في 5، 5 سبعينات 350 و5 اثنينات 10، إذا الناتج 380. لكن حتى نفهمه نضربها بهذا الشكل، نضعها بهذا الشكل ثم نضربها 5 ب 2 10، 0 ب 1 5 ب 7 35 و1 36، فيصبح الفراغ هنا قيمته 306. نعم هذا، في هناك طريقة أخرى لكن لا نريد حتى لا نشتت أذهان الطلاب. نعم لدينا أيضا بعض المسائل الأخرى. ماذا يقول؟ يستطيع وليد أن يسبح 8 أشواط في 4 دقائق إذا استمر به فكم دقيقة يحتاج لسباحة 40 شوطا؟ وليد يستطيع أن يسبح 8 أشواط في 4 دقائق، فكم دقيقة يحتاج لسباحة 40 شوط؟ نعم طبعا الثمانية أصبحت 8 أشواط في 4 دقائق، 40 شوط كيف الثمانية أصبحت 40؟ ضربناها في 5، فالأربعة نضربها في 5 فيصبح الناتج 20 دقيقة. نعم اختيارنا الصحيح، هذا هو اختيارنا الصحيح، 20 دقيقة. نعم كما قلت لكم الثمانية نضربها في 5 صارت 40 شوط، هناك علاقة، يعني 8 أشواط
ثمانية أشواط يساوي أربعة دقائق. إذن هنا يريد 40 شوط. إذن ما هي العلاقة بين هذه وهذه؟ ضربت في خمسة، إذن نضرب هنا أيضا في خمسة فيصبح عندي 20 دقيقة. نعم بهذا الشكل. يقول يوجد الأعداد الثلاثة التالية في النمط أدناه 57 49 41. نعم هذه مسألة فيها أيضا ذكاء تعلمها بعض الطلاب. 57 48 أو عفوا 49 و41 33. هنا ثمة مفتاح لحل مثل هذه المسألة. نلحظ أن الرقم في تناقص. هنا التناقص واضح، 9 ناقص 1 8. إذن أنا دائما عندما أريد الحل هنا أنقص 8. أيضا هنا نلحظ أنني أنقصت 8، وأيضا هنا أنني أنقصت 8. نعم الآن أنقص 8 من هذا 33، 13 ناقص 8 25، وأيضا هنا أنقص 8 فيصبح عندي الرقم 17. نعم أكبر الشاشة قليلا حتى ننتبه. نعم في كل مرة أنا أنقص 8، فلما أنقص 8 طلع 49، أنقص 8 41، أنقص 8 33، أنقص 8 25، وأطرح 8 يبقى 17. نعم هذه تقريبا عدد من المسائل هنا. ماذا بقي لدينا في هذا؟ نعم لدينا الآن مسائل عاجلة نحلها. ما هذا؟ اقسم كل مما معك 42 تقسيم 3 نحلها بسرعة. 4 تقسيم 3 1، 1 في 3 3، 4 ناقص 3 1 تنزل ال 2، 12 تقسيم 3 4، 4 في 3 12. مثلها المسألة التي بجانبها 126 تقسيم 6، هذه سهلة. ناخذ ال 12 مرة واحدة، 12 تقسيم 6 2، 2 في 6 12، 12 ناقص 12 0، ينزل 6، 6 فيها 1 فيها 6 يبقى 0. نعم 49 تقسيم 7 و نعم 49 تقسيم 7 و 18 تقسيم 2، واضح هذه المسائل سهلة. كبر الشاشة. نعم 49 تقسيم 7 فيها 7، 7 في 7 49، 18 تقسيم 2 فيها 9، 9 في 2 18. بهذا الشكل نكون قد أنهينا هذه التمارين عاجلا. ماذا بقي لدينا؟ نعم يبقى درس العوامل الأولية. إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل بقية هذه المسائل بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.